مصاريفي في اي مزرعه العلف. ففي محاولات جاده قوي من الناس بتوع اندونيسيا دول، وهم يعني عندهم ما شاء الله فكر كويس يعني، هم حاولوا بقدر الامكان يشوفوا ايه البدائل اللي تخليني عشان حاجه من اتنين يكسب، يا اما السمك نفسه يرخص ان انا اقلل في المصاريف بتاعتي. المصاريف بتاعتي 80% منها رايحه على فالعب على ايه، اشتغل بقى على العلف. فهم اشتغلوا على موضوع العلف ده كويس. ده بس فبداوا يعملوا تجارب على انتاج يرقات يتغذى بيها دواجن واسماك. طبعا احنا عندنا اي علف لازم يكون فيه محتوى بروتيني. المحتوى البروتيني ده يجي منين؟ يجي بقى من مسحوق سمك، يجي من صويا، ايا كان مصدر البروتين. فهم عندهم او في حشره موجوده اسمها البلاك سولجر، الجندي الاسود. الحشره دي شبه الدبانه كده بس حجمها اكبر شويه. تمام؟ المفروض ان الدبانه او الحشرات دي لما بتيجي تتكاثر بتعمل بيض، البيض بيتحول ليرقه زي موضوع حدود الاز وانها بتبقى فراشه، نفس الفكره كده. هي المفروض الحشره في الطور الاول ليها بتبقى رقم زي الدوده كده، بعد كده بتتحول لحشره. الطور بقى بتاع الدوده ده او اليرقه دي محتوى البروتين بتاعه 45%. احنا في استخدامنا للاعلاف احنا بنستخدم تقريبا في المتوسط من 25 ل 30% بروتين. المحتوى البروتيني بتاع اليرقه دي 45% بروتين. اليرقه دي بقى بتتغذى على ايه؟ على المخلفات الحيويه، اي بوايا اكل. تمام؟ في شركه موجوده هناك، شاب ظريف كده كان اخذ منحه ماجستير وعمل مشروع على الموضوع اللي انا بتكلم فيه ده، اسمها بايو ماك. بايو اللي هو حيوي، فهو مسمي الشركه بايو ماك. وده تقريبا عرض الشركه يعني، انا عملت فيه بس شويه تعديلات على قد ما قدرت عشان بس ده بتاع الشركه، عشان برضه ايه هو الملكيه الفكريه، عشان تبقوا انتوا عندكم خلفيه بتاعتها. هم كان عندهم شويه تحديات كده، اولها ان في جاكرتا مثلا عدد السكان 13 مليون وبينتجوا مخلفات 6700 طن يوميا، مخلفات حيويه يعني بواقي فنادق، بواقي مطاعم، بواقي اسواق، بواقي منازل، اكل باقي. تمام؟ وفي ثلاث مدن تانيين برضو نفس الحكايه. فهم لقوا ان عندهم مشكله كبيره في ان في زي نفس اللي عندنا، زي ما قلت لكم في حاجات كتير قوي متشابهه بيننا وبينهم حتى في العادات يعني. فهم لقوا ان عندهم مخلفات، كميات مخلفات كتير قوي، منها العضوي ومنها الغير عضوي. تمام؟ ده التقسيمه بتاعت المخلفات، فيها ازاز وفيها ورق وفيها مخلفات عضويه وفيها بلاستيك. المخلفات العضويه بقى مشكلتها في ايه عن بقيه المخلفات؟ المخلفات العضويه مشكلتها انها بتعمل ريحه لانها بتتحل. فيها فرصه انها تنقل امراض لان برضه في حشرات بتبقى موجوده. وهكذا. الريحه طبعا مشكله كبيره. عايزين يستفادوا من الحاجات دي، فعملوا ايه بقى؟ زي البلس الجزئيات دي، هما بيستوردوا فيش ميل اللي هو مسحوق السمك يعني، وصويا عشان ينتجوا اعلاف لمزارع الدواجن ومزارع السمك بالارقام دي، 4.1 مليون طن في السنه، و2.3 مليون طن برضه في السنه صويا. طبعا ده معناه ما دام بيستوردوه انه دولار. معنى اللي بيستورده ده مترجم لدولار. نفس الحكايه بالنسبه لنا، احنا بنستورد مسحوق سمك، بنستورد صويا. دي الحشره اسمها البلاك سولجر. هي الحشره دي فيها شويه مميزات كده، ان هي صديقه للبيئه، ما بتنقلش امراض، الدوره بتاعتها قليله، ممكن تطلع لي منتجات حيويه سواء كيرقه او كمبوست او سمنت. دي الدوره اللي بيعملوها، انه بياخد المخلفات العضويه بيفرمها عشان يقلل الحجم بتاعها، وهنشوف برضه ده بالتفصيل بعد كده. بعد ما يستخدم اليرقات عشان تتغذى على المخلفات دي، بتنتج لي اليرقات دي. اليرقات دي باكلها دايركت مع
للدواجن او للاسماك. اليرقات دي لما بتتغذى على المخلفات بينتج عنها فضلات، الفضلات دي سماد عضوي. تمام؟ ويمكن التجارب اللي هم عملوها لقوا ان السماد العضوي ده بيطلع انتاجيه احسن من الاسمده الكيماويه. هم بيشتغلوا على جزئين، جزء ان انا انتج يرقات، وجزء اخد اليرقات دي اعمل بيها امهات تجيب لي بيض والبيض يطلع يرقات وهكذا. يعني انا عندي مثلا مليون حشره، المليون حشره دول اخد منهم 20% هيبقوا امهات يجيبوا يرقات للدوره اللي بعدها، واليرقات اللي انا هنتجها هغذي بيها مباشر. وهم عملوا بقى طبعا بروسيسنج او معالجه لليرقات دي عشان يقدروا يستفادوا منها. هم بينتجوا كومبوست زي ما قلت لكم. يعني في منتجين رئيسيين، يرقات وكومبوست. بالنسبه للإرقات اللي في الحجم ده، يا اما بتتاكل للسمك الصغير الزريعه عمر الزريعه، يا اما للدواجن. بالنسبه للاحجام الكبيره بتستخدم في مزارع القراميط ومزارع السمك. انا عارف ان انتم ممكن الموضوع بالنسبه لكم، بس احنا الكلام ده اتعاملنا معاه صح، في ناس كانوا كمان. الاحجام الكبيره بيستخدموها دايركت مع سواء القراميط او البلطي او الاسماك اللي حجمها اكبر. تمام؟ هما بقى اتعاملوا مع الموضوع انه بداوا كمان يجففوا اليرقات دي، يعني هو عشان يقدر يحتفظ باليرقات دي او ينقلها من مكان لمكان بداوا يعملوا عليها شويه معالجات كده ان هو يجففها فيقدر يخزنها او انه ينتج منها علف بلد. في فيديو كده صغير ممكن نتفرج عليه مع بعض. الشكل بتاع الحشرة دي عمليه التزاوج بتحصل عكسنا، يعني احنا الحشره دي عكس البني ادمين في كل حاجه. فدي عمليه التزاوج ما بين الميل والفيميل. كل حشره اعتقد بتنتج من 200 ل 250 بيض. دي وقت وضع البيضه ايه؟ بيت شبه حبايه الرز كده، بس طبعا على اصغر شويه لان تحت الميكروسكوب. دي اللي اربطها ايه بعد الحجم الصغير اللي بيستخدم يا اما في يعني بنقدر نستخدمه بشكل مباشر بدون اي معالجه مع زبيعه الاسماك، او دي ده حوض المخلفات. يعني المخلفات بتتحط هنا كده وبنحط البيض ويبتدي يطلع يرقات زي كده. عايز اقول لكم بيفرم الاكل ده كله، يعني ما بيخليش حاجه ايا كان نوع المخلفات اللي موجوده. لذلك هم استخدموا عمليه الفرم دي في الاول عشان يصغروا مساحه المخلفات عشان يقدروا يستفيدوا اقصى استفاده.
دورة حياة الحشرة دي أو البلاك سولجر دي، أنا زي ما قلت لكم هي شبه البيانة كده بس على أطول شوية، عشان كده اليرقات بتاعتها أكبر. الإنتاج البيض بتنتجه في ده الدورة كده 44، هي الدورة بتاعتها كلها من بداية ما بتطلع من بداية البيض لحد ما تبقى حشرة كاملة كده 44 يوم. بالنسبة لإنتاج العلف، إن أنا أنتج يرقات عشان أستخدمها كعلف، أنا مش محتاج ل 44 يوم. أنا محتاج ل 44 يوم دول لو هاخد يرقات أخليها أمهات عشان تجيب لي بيض. إنما أنا بتعامل مع المنطقتين دول، إن أنا بيطلع عندي بيض بحط له مخلفات يبقى يرقة، يا إما أخدها دايركت أسماك صغيرة أو دواجن، أو باخدها يرقات حجم أكبر عشان طبيعي وزنها تبقى أكتر وهتديني محتوى بروتيني أعلى. دي الفترة الأولى اللي هي أول 7 أيام اللي هي البيض، هما بياخدوا إحنا هنشوف دلوقتي طبعًا بياخدوا البيض إزاي، أو عملية الاستزراع بتاعت أو إنتاج اليرقات دي بيحصل إزاي. بيبتدوا من هنا كده بيحطوا البيض في وسط مخلفات مفرومة، هي دي الوسط اللي حوالين ده عبارة عن مخلفات مفرومة، وبيحطوا اليرقات، بتبتدي اليرقات بعد كده واحدة واحدة تتحرك تنزل تاكل المخلفات دي. وعندها معدلات تحويل رهيبة يعني. في الفترة ال 14 يوم اللي بعد السبع أيام دول، يعني كده 21 يوم اللي هم المرحلة دي، يا إما باخد اليرقات بشكل مباشر أغذي بيها، أو إنها ممكن بتتجفف أو بعمل عليها مكملات وأستخدمها في وقت لاحق. ده الحجم الأكبر من اليرقات في الوقت ده، هي بتبتدي تقف عن الاكل ما بتاكلش، تمام، عشان تبقى جاهزه لان اليرقه دي تتحول لانها تبقى حشره. يعني ده الطور اللي بيبقى قبل انها تبقى حشره، بيبقى الجلد بتاعها اخشن شويه وتبتدي تبقى هارد شويه عن الطور بتاع اليرقه دي. بقى المرحله بتاعت انها تبقى حشره اهي، خلاص هنا في المنطقه دي كده بقت حشره، يحصل تزاوج ما بين حشرتين، هما بيعملوا زي قطع خشب كده وبيحطوها على وسط برضه يجذب الحشره، يعني بيجيب طبق يحط فيه ميديا اللي هي الاكل المفروم ده، وبعدين يحط الخشب ده يحطها على المخلفات بحيث يجذب الحشره بس انها تيجي، فالحشره بتيجي تقف في الحته دي تحط البيض ما بين الايه؟ ما بين الفتحات دي. احنا هنشوف ده برضه مع بعض بالتفصيل. وبيجوا بعد كده ياخدوا الخشب دي فوق، ده استك ماسك مجموعة الخشب ده مع بعض، بيفكه وينزل البيض اللي موجود فين؟ في وطبعا الحشرة دي بعد كده بتموت، فهو كل دورة لازم يستخدم يرقات جديدة، عشان كده قلت لكم ممكن بناخد 20% ستوك، ده هيبقى حشرات تجيب لي بيض وبعد كده اليرقات باخدها واشتغل. دي المنتجات اللي بتطلع من او الدورة الكاملة بتاعت الحشرة، ده المفرخ اللي هو بيطلع منه مربى يعني اللي بتكون موجود فيه الحشرات، وده المدخلات بتاعتي اكل الاثنين بيطلعوا لي يرقات وسماد عضوي بقدر استخدمه مع السمك مع الدواجن مع الطيور. ده كده تفصيليا لو انا عندي 1 كيلو يرقات، الواحد كيلو ده بحسبه معينه هم حاسبينها مع الشغل اللي اشتغلوه، ان انا ال 700 لارفا دول ممكن لارفا اللي هي اليرقه 7000 يرقه دول هيبقى في منهم 10% فائد، فيوصلوا معايا ل 6300، منهم ذكور 3780 واناث 2520 اللي ممكن ما يقابلوش خالص او ما يحصلش منهم اي تزاوج حوالي 378. البيض اللي هينتج عندي من العدد ده من ال 3780 و 2520 حوالي 180 جرام. البيض اللي ممكن يبقى حيوي عندي وينتج لي كويس 126 جرام، معنى كده ان انا 7000 يرقه لو تزوجوا هينتجوا لي 126 جرام. تمام؟ طيب يبقى كده لو عندي 10 جرام بيض اكلت اليرقات دي اكلت، يقدروا يستهلكوا قد ايه اليرقات دي؟ ممكن يستهلكوا 100 كيلو مخلفات عضويه عشان يدوني 15 كيلو يرقه. يعني ال 10 جرام بيض دول باستهلاك 100 كيلو مخلفات يدوني 15 كيلو يرقة، 15 كيلو بروتين.
في بعض منتجات من الحاجات اللي هم عاملينها، يعني شركه طبعا مشهوره اللي هي ويب سايت، ممكن اي حد لو عايز الداتا دي توفرها يعني. دي ابحاث اتعملت على استخدام السماد العضوي اللي بينتج من الجرقات. طبعا واضح جدا ان في فرق كبير ما بين الكنترول ده اللي هو العينه اللي ما بتمش استخدام فيها اي حاجه. ده فيديو بس انا كان نفسي الصوت يبقى شغال. يعني دي شركه بتنتج بيض، بتنتج البيض، هما بيحطوا زي ميديا كده او ورق شجر بلاستيك حتى عشان تقدر الشجره دي تقف عليه. زي ما قلت لكم هي دورة الحشرة مرة واحدة 44 يوم. طبعا الموضوع بيبقى دقيق قوي، وانا الموضوع ده انترستنج ليه جدا يعني، ويمكن لو ربنا سهل احاول بقدر الامكان ان يكون في مشروع، سواء بقى عن طريق الهيئة او من خارج الهيئة. المهم انه يعني ربنا يسهل ويكون في بداية حاجة زي كده، من الحاجات اللي عجبتني جدا يعني كنت مهتم بيها قوي هناك. زي ما قلت لكم ده الميديا اللي بتساعد الحشره ان هي تبقى البيت كله في مكان واحد. تمام. هو بيستخدم زي ما قلت لكم اي حاجه تقدر تساعده ان هو يحط ميديا من مخلفات عشان تجذب الحشره انها تقرب من المكان اللي فيه الخشب ده، عشان تحط الايه؟ عشان تحط البيض. الشركه دي اصلا بتنتج بيض، يعني هي بتصدر بيض. اي حد عايز يبدا مزرعه جديده بيتواصل مع الشركه دي، هي بتبعت له البيض في المكان اللي هو فيه. ده في مخلفات في المنطقه دي كده تحت على الشبكه عشان الحشرات ما تدخلش تحت. دي الميديا دي اللي هي موجود فيها المخلفات الاطباق الزرقاء اللي احنا شفناها دي. زي ما انتم شايفين الحشره بتيجي تقف وتحط البيض في الفتحات دي، الفتحات اللي بين الخشب. كل ده بس عشان يسهلوا ازاي يجمعوا البيض ده. طبعا هو ممكن لو واحد عنده مزرعه المفروض ان هو بياخد البيض ده زي ما قلت لكم، يعمل حسابه. لو نفترض واحد دلوقتي عنده مزرعه وخلاص بدا دور اول دور، هياخد 20% 25% لامهات زي ما بيقولوا امهات مستقبل، يعني دي اللي هتجيب لي البيض بعد كده بتواريخ بقى. يعني لو عندي عنابر فانا هبتدي اعمل تقسيمه معينه عشان اقدر النهارده يبقى عندي امهات، بكره عندي امهات، بعده عندي امهات، وهكذا. بعد كده يكون عندي في كل يوم عدد بيض جاهز. بعد كده كل ده بيخش بقى يتعقم او يتغسل. بيعبوا البيض بعد كده كل 50 جرام لوحدهم، بس ده عشان في التصدير هم بيحطوا عبوه كده كل 50 جرام ما بينهم اي حاجه، زي حاجه زي جليفه كده، بحيث ما تخليش البيض كله يتراكم على بعض. يعني لو انا مثلا هعمل العبوه دي هتاخد 200 جرام، فبيحط 50، بعد كده يجيب السلك بتاع المواعيد يحط واحده، بعد كده يحط 50 جرام، بعد كده يحط واحده، وبعدين 50 جرام، عشان البيض ما يبص.
اليوتيوب سهل قوي لو عملت سيرش باسم الشركه تقدروا توصلوا. يعني انت لو كتبت بس بي اس اف هتلاقوا معلومات كتير جدا عن انا بس كل اللي واقف عندي دلوقتي ان انا اعرف هل ده متاح عندنا في مصر؟ هل ليجل رسم يعني ممكن ننفذه في مصر ولا ممكن يبقى فيه تعارض بقى مع الخدمات البطاريه او مع دي حشره غريبه على مصر او كده؟ يعني انا في الفتره الجايه دي ان شاء الله شغال على ان اعرف هل في موانع تمنع ان احنا نبدا حاجه زي كده ولا لا؟ لانها مش عايز اقول لكم تقريبا من فرق كده المخلفات بتترمي ممكن تعمل طفره. هي تقريبا المناخ بتاعنا مناسب جدا ليه. انت هتظبط عليها بعدها مش عارف. انت عندك معلومه؟ اه. الدكتور خالد بيعدل الدكتوراه بتاعته في نفس الموضوع. احنا لو بصينا هنلاقي ان احنا في القاهره طبعا المفترض يعني لو كنت في مجال ان انا اعمل البرزنتيشن ده بقى بالنسبه لنا في مصر طبعا بوريكوا ايه اللي احنا شفناه. ولكن ده لو هيتعمل في مصر يبقى لازم نروح بقى نجيب احصائيات احنا بننتج مخلفات قد ايه، القاهره بتطلع كل يوم مخلفات قد ايه، المحافظات بتطلع مخلفات قد ايه، عندنا مستشفيات مخلفاتها قد ايه، الفنادق مخلفاتها قد ايه، البيوت، موضوع الفصل من المنبع ده مهم جدا. الحاجات دي والله لو اتعملت لو بدانا نشتغل عليها في مصر اعتقد ان احنا هنعمل شغل كويس قوي. كويسه برضو اللي عندهم زي ما قلت لكم هم بيحاولوا يستخدموا كل الامكانيات المتاحه عندهم. زي ما عملوا انتاج اعلاف شفنا كده من مخلفات اكل. عندهم برضو في انشطه كتير بالذات للمراه الريفيه. يعني المشروع ده كان من ضمن المشروعات اللي معموله للمراه الريفيه في قريه كده عاملين جمعيه وزي الجمعيات بس مش زي الجمعيات التعاونيه اللي عندنا. بس هم بيعملوا بقى انشطه حج وعمره وبيعملوا انشطه تدريب. عندهم مركز ما شاء الله متطور قوي والموضوع كله ايه؟ صاله كلها 4×4 وترابيزتين ستانلس كده وبتيجي متدربه تدربهم يعملوا الكلام ده ازاي وعاملين كمان منتجات. يعني انا هوريكم برده بعض حاجات كده معايا. احنا طبعا كان حد قدام الحضره كده دكتوره اتكلمت طبعا في البدايه عن ايه اهميه الكالسيوم واحنا محتاجين كالسيوم ليه ونسبته في جسمنا قد ايه ومصادره بالنسبه لنا من الاطعمه سواء لبن بيض او مصادر الكالسيوم يعني. وان احنا عندنا مخلفات اسماك كتير بالذات في الاماكن اللي فيها تصنيع فيليه وحاجات زي كده. ويمكن ده مرتبط بالجزء الثاني اللي هنتكلم فيه عن تصنيع منتجات من لحوم الاسماك. فاغلب الاماكن اللي بتعمل فيليه او اللي بتطلع تنتج اسماك يعني او بتعمل منتجات من الاسماك بيكون عندها فائد كتير جدا او مخلفات كتير قوي من الشوك والعظم بتاع الاسماك. فهم عملوا تجربه كده ان هم يقدروا ياخدوا باودر كالسيوم نستفيد بيه في حاجات كتير جدا من الايه؟ من النظام بتاع الاسماك. دي العينه اللي احنا اشتغلنا عليها فعلا. يعني احنا عملنا تجربه الاول ان احنا نعمل منتج يعني من اللحم بتاع القراميط، جبنا قراميط وعملناها في ايه وخدنا اللحم ده وده هنشوفه بعد كده. ده اللي كان طالع من الشغل اللي اشتغلناه من القراميط او من انواع ثانيه. فالمخلفات بتبقى شكلها كده ودي تجربة برضو ممتازة. أتمنى طبعا إن لو عندنا جمعيات في قرى أو مؤسسات يعني تنمية إنهم يشتغلوا على حاجة زي كده لأنها حاجة ببلاش. يعني أقدر أعمل منتج أو أضيف قيمة على حاجة بتترمي. فده اللي إحنا اشتغلنا عليه. الطريقة بقى إزاي؟ هو كل الفكرة إن هما في البدايه خالص بينضفوا الاول على قد ما يقدروا كل اللحم اللي موجود على الشوك بحيث ياخد الصافي بس برضه بيبقى فيه بروتين. يعني برضه بيفضل فيه زي تفل بروتين كده على تفل لحم يعني على الشوك. فدي الطريقه ان بدايه بياخدوا الشوك اللي احنا شفناه ده بيتغسل كويس تمام؟ بعد كده بيتغلي بيتحط في ميه يتغلي على النار لمده مثلا ربع ساعه او تلت ساعه. بعد كده بيتغسل تاني. طبعا لو على سكيل صغير الموضوع مش مرهق ولا مكلف بس طبعا لو على حجم كبير ممكن يبقى محتاج شويه تكنولوجيا.
بعد عمليه الغسيل الثانيه برضه بنغلي المخلفات تاني وبيتجفف المنتج اللي عندنا ده بنجففه تمام، بس ما بيقدروش يطحنوه او يستخدموه بالصوره دي على طول، بيتطحن تمام، وبعد كده بيتعمل له حاجه اسمها ديبروتينيشن، اللي هو انه لازم ناخد كل محتوى البروتين دي عشان يبقى عندنا بيور باودر كالسيوم. بيستخدموا اف دي ال ان اي او اتش بنسبه 3 من 10%، برده نفس الحكايه بنحط محلول ميه مع ال ان اي او اتش بنسبه 10% 90:1 أو 9:1، وبيتخلط الباودر فيه، بيبتدي كل المخلفات البروتين اللي في البودره اللي عندنا دي تنفصل. بعد كده بيستخدموا ال HCl بنفس الطريقه برضو، بناخد الخليط اللي عندنا ده بيتصفى، بناخد اللي طالع منه حتى لو في رطوبه ما بيبقاش فيها مشكله، وبيستخدموا ال HCl عشان برضو يفصل اي مخلفات تانيه. بعد كده بيتاخد الباودر يتحط في فرن بحيث يتجفف ويتعبى، بعد كده بيوصل للصوره دي. طبعا انا ده عشان موضوع هوش في صميم شغلي قوي، فيعني قلت برضو اديكم فكره عنه ايه المشروعات اللي عندهم او ايه الحاجات اللي بيعملوها وبيقدروا يعملوا قيمه مضافه. ويمكن احنا عندنا في مصر لو اشتغلنا على الحاجات دي هنلاقي والله فرص كتير جدا. يعني زي ما كنت بتكلم معاكم في الاول، اي حد بيشتغل في اي مكان في فرق كبير بين زي ما قلت لكم كده ان واحد جاي هيشتغل ساعتين او هيمضي حضور ويشتغل يقضي شويه الوقت اللي المفروض ان هو بيجي فيهم الشغل، وبعد كده يا اما بقى طبعا في ظروف في البلد او في ظروف في الهيئه ايا كانت ايه هي، بس يعني نتمنى ان ربنا يسهل كده ويكون في وضع احسن الفتره الجايه ويتم النظر لينا بشكل مختلف عشان نبقى على الاقل مستريحين. لان اكيد برضه لو بصيت من الناحيه الثانيه، ما انا موظف، انا كمان برضه مرتبي زي مرتبكم برضه، بس هي الفكرة زي ما قلت لكم، لو أنا بحب الحاجة اللي أنا بعملها أنا بتضايق ممكن من حد يقول إيه طب خلاص مش عاجبك الشغل ده روح شوف شغل في حتة تانية. طب لو أنا مفيش شغل في حتة تانية أنا ممكن أشتغل على نفسي في المكان اللي أنا فيه. زي ما قلت لكم كده، لو أنا المكان اللي أنا فيه محتاج أطور فيه حاجة أو أغير النظام اللي أنا موجود فيه، ما أغيره، إيه المشكلة يعني؟ إحنا شغالين بالسيستم الفلاني 1 2 3، ممكن أشتغل بالسيستم الفلاني التاني وأعرضه وأخد موافقة عليه وأشتغل بيه، مش الدنيا مش هتوقف خالص يعني. فانا برجو منكم طبعا انه يعني اذا عندنا تطلع ان احنا نشوف نعرف نطور نفسنا ازاي، زي ما قلت لكم لو حد عنده استعداد ان هو يشوف تجارب بره، مش هيعرف يشوف تجارب بره الا اذا كان هو مؤهل ان هو يشوفها. يعني مثلا الموبايل في ايدينا، احنا ممكن نستخدم الموبايل في 100 حاجه. يعني ابسط حاجه، لو انا قدامي بحسب الانجليزي دلوقتي جوجل او جوجل ترانسليشن، انا ممكن اخد صوره اترجمها، صوره يعني صوره زي دي كده، الكلام ده لو حد صوره بالموبايل دلوقتي ودخل على جوجل ترانسليشن او قالب له ده عربي، صوره مش كتابه، يعني مش محتاج اكتب. حتى لو سمعت كلمه مانيش عارفها ممكن ابقى ماسك الموبايل قايل الكلمه دي هو يترجمها. الموضوع بقى يعني احنا في ايدنا موبايل ممكن يعمل لي مليون حاجه، بس هي الفكره ان ايه؟ بس نشجع نفسنا. ده كان واحنا شغالين، ده في الجزء اللي كنت بقول لكم عليه ان احنا بنحط الباودر اللي احنا واخدينه عشان يفصل البروتين. دي منتجات بقى من الكالسيوم اللي بيطلع، يعني ممكن بيعملوا هناك انواع كيك ومخبوزات كده من الباودر الكالسيوم ده، بياخدوا منه مكمل غذائي وبيتعمل منه مستحضرات زي معجون السنان والحاجات دي، وبيستخدم برضه كإضافات أعلاف. يعني حاجة بتترمي مطلعين منها منتج ممتاز. وكان من فضل ربنا يعني إن يعني برضه أنا بعتبر دي حاجة كويسة لينا كلنا، مش لينا لوحدي. أنا تم اختياري في اليوم الأخير نيابة عن ال 20 واحد المشاركين من 12 دولة إن أقول كلمة حفل الختام من وسط ال 20 واحد، الحمد لله يعني. فدي كانت من الحاجات برضه الكويسة بالنسبة لنا. انا كده تقريبا خلصت كل الكلام اللي ممكن اقوله كشرح.
هفرجكم على الفيديو نتفرج عليه مع بعض، وفي برضو جزء تاني في حته من الكلمه اللي انا قلتها في عرض التقرير عن مصر. وعشان ما انساش برضو، انا في الاول شكرت بعض الناس، برضو مش عايز انسى ان انا اشكر دكتور محمد العربي ومهندس محمد عدوي ومهندس هاني، لان هم كانوا مساعدين ليا في العرض تقرير مصر اللي انا عرضته في اول يوم هناك، والحمد لله كانوا مبسوطين بيه جدا يعني، الحمد لله.